أخذنا المرة الماضية أدوات التحديد كلها، سواء الهندسية أو أدوات التحديد أشكال مثلاً أشكال مالها هندسية، وحكينا كمان عن الماسك، أنه إذا عملنا تحديد وبنظبط التحديد تبعه حكينا عن الماسك. بلشنا شوي بالإضاءة بس ما كتير حكينا فيها، فمشان هيك هلا إن شاء الله حنحكي بالإضاءة ورح نكمل باقي الأدوات. حكينا أنه إحنا عنا نوعين من التعديل على الإنارة، في عنا تعديل تلقائي وفي عنا تعديل يدوي. حكينا أنه إحنا بالتعديل التلقائي في عنا شيء اسمه أوتو تون، في عنا شيء اسمه أوتو كونتراست، في عنا شيء أوتو كلار، بس ما حكينا إحنا كل واحدة منهم شو بيقابلها بالتعديل اليدوي. حكينا كمان عن الليفلز، أنه أنا إذا عندي إضاءة وبدي أعدلها، فأنا عندي بالليفلز عندي جزئين. عندي أول جزء هو بيعطيني كثافة الإضاءة والألوان، هذا أول جزء بيعدل على كل بكسل لحال. حكينا أنه ثاني جزء بيعامل الصورة كأنه بلوك وبيعدل على الألوان تبعتها. تمام؟ في حدا عنده أسئلة لهون؟ هذا حكيناه المرة الماضية. طيب الليفلز شو بتعدل بالتعديل الإضاءة التلقائية؟ قال بتعدل الأوتوتون، يعني الأوتوتون بالإضاءة التلقائية تقابل الليفلز بالإضاءة اليدوية. تمام؟ طيب انا احنا اذا بدنا نعدل الاضاءه قلنا بنلعب بالليفلز تبعتهم، بدنا منفتح مثلا، بدنا منغمق، حسب. اذا بدي انا عامل الصوره كبلوك كلياتها بشتغل فيها من هون، لاحظوا كلياتها عم تتعدل حتى توصل اخر شيء للون الابيض، هون كلياتها عم تتعدل لتوصل اخر شيء للون الاسود، اذا رجعنا هذا لهون توصل اخر شيء للون الاسود لانه عم تعملها كبلوك. طيب قال انا مثلا ما بدي اروح استخدم الليفلز، عدل على الاضاءه كليفلز، بدي انا اعمل اناره، يعني روح هيك اعمل تضارب مثلا مثل افلام كرتون. وقت نشوف افلام كرتون احيانا بنلاحظ انه الصوره انارتها يعني قرنه ضهجه، قرنه مثلا، يعني هنا بيعملوها بس مشان يلفتوا نظر الطفل. طب كيف بتصير هي؟ قال في عندنا شيء بيشتغل مثل الليفلز، هي الكانفاس، كمان من ايمج ادجستمنت، هي الكارفز عفوا. قال هون انا برسم الشكل اللي بدي اياه الاناره تصير. كيف يعني؟ هروح هيك ارسم مخطط هيك، شلون ما بدي بشتغل فيه؟ لاحظتوا مثلا؟ يعني صارت مبينة الصورة انه انارتها ما لمت جانسة، انه فعلا هي انارة ظابطة. فانا هي الكارت تعمل مثل الليفلز، بس انا هم برسم الانارة اللي بدي اياها. طيب لنفترض احنا في عنا صورة مثل هذا الشكل. احيانا كتير منشوف صور هيك بيكون ضارب فيها اللون الاحمر او لون ازرق او لون حيلا لون. لاحظتوا هيك صور قبل هالمرة؟ طيب هي الصور انا كيف بدي اعدل اضاءتها بحيث رجعها فعلا صوره منطقيه؟ يعني هي الصوره مبينه خلاص مضروبه، يعني كيف بدنا نرجعها؟ خلونا ناخذ هي الصوره مثلا. عندنا هي الصوره بتطلع هيك بلاقي ضارب فيها اللون الاحمر. طب انا ما بدي اياها هيك، بدي اياها تبين فعلا طبيعيه. قال في عندنا شيء اسمه ايمج ادجستمنت، في عندنا شيء اسمه كلر بالانس. قال هذا الكلر بالانس، قال هذا شو بيشتغل؟ قال هذا بيعمل لي استبدال لون. كيف يعني؟ لاحظوا انا بالمخطط اللي عندي، في عندي احمر مقابله سماوي، في عندي اخضر مقابله فوشي، في عندي ازرق مقابله اصفر. لاحظتوا هيك؟ لاحظتوا؟ عندنا كل لون وعكسه. طيب نحن ضارب عندنا هون اللون الاحمر، شو رح نعمل؟ حناخذ عكسه. طب شو عكس الاحمر؟ حسب المخطط عم يقول لي انه سماوي، قال حاخذ السماوي لهون. لاحظوا كيف بلشت الصوره يخف الحمار فيها؟ لاحظوا كيف كانت؟ لاحظوا كيف عم تصير؟ لاحظتوا؟ بلش يروح الحمار من الصورة. طيب هلا ممكن احيانا انا مثلا وقت يكون عندي ضارب لون معين بالصورة اجي اخذه مثلا على عكسه انه تنضرب الصورة معي، فانا شو بضطر؟ بروح مثلا باخذه هيك لنص المسافة مثلا بعمل اوكي، برد برجع بكرر العملية نفس الشيء. تمام؟ طبعا اختصارها هي كنترول بي، هي اللي كنت عم اقول لكم اشتغلوا عليها بتعديل الالوان، هي بتشتغل باستبدال اللون، بس ما كنا حاكين عنها فهلا عم نحكي عنها. فانا هلا حروح اخذ عكس اللون اللي هو السماوي. طيب قال بنلاحظ انه بالكلر بالانس في عندي تحت ثلاث شغلات، في عندي شادوز وفي عندي ميدي تونز وفي عندي الهايلايتس، كل وحده شو بتفرق عن الثانيه؟ قال الميدي تونز شو عم تعمل؟ عم تروح تعدل لي الالوان اللي هي لا بين الظل ولا بين الاضاءه. تمام؟ هنعمل اوكي، بتعدل الالوان اللي هي لا بين الظل ولا بين الاضاءه، يعني لا هي كتير ضاوية ولا هي كتير عتمة. طيب حريت ارجع اعمل كنترول بي وطلع الكلر بالانس. طيب خلينا نروح على الهايلايت،
شو حنعمل؟ قال الهايلايت بتروح بتستبدل لي الالوان اللي كتير في اضاءه بالصوره، تمام؟ حارجع اعطي سماوي لاشوف عم تتعدل الصوره. لاحظتوا الصوره كيف صارت؟ رح اعمل اوكي، رجعت الصوره مثل ما كانت او لا، ما عاد فيني اعدلها اكثر من هيك لانه اذا عدلتها حاضربها للصوره، فهيك خلص انا اكتفيت فيها. طيب خلونا نشوفها كيف كانت قبل وكيف صارت. قال في عنا اللي احنا بالفوتوشوب في عنا لوح اسمه لوح الهيستوري، يعني انا كل خطوة بشتغل فيها بالفوتوشوب عم تتخزن فيه. هذا الهيستوري بيسمح لك بعشرين خطوة. قال طيب انا فيني زيده؟ قال ايه فيني زيده. طب نين بوصل له؟ قال في عنا هون شيء اسمه بالويندوز، بتذكروا احنا وقت حكينا اول محاضرة انه هذا اللوح اللي على اليمين، هذا اللوح اللي على اليمين هو لوح هذا للالواح، مخصص للالواح، لوح الادوات، مو لوح الادوات هذا بس الواح. قال في عنا هون شيء اسمه ويندوز، في عنا شيء اسمه هيستوري، شريط الالواح هذا اسمه، في عنا شيء اسمه هيستوري. لاحظوا هي الهيستوري اللي عندي اياها، هاخذها لهون مشان تشوفوا. لاحظوا نحن لاحظوا عملت لي ثلاث خطوات، لاحظوا بالهيستوري شو مخزن، ثلاث خطوات، انه انا عملت اوبن للصوره، عملت كلر بالانس اول مره وقت كنت عامله ميديتون، عملت كلر بالانس ثاني مره وقت كنت عامله هايلايت، تمام لهون؟ لاحظوا أول مرة كيف كانت الصورة؟ هي بالأوبين. لاحظوا ثاني مرة كيف صارت الصورة؟ لاحظتوا الفرق؟ فمعناها أنا قدرت أعدل الصورة. طيب بس في شيء هون إحنا ما حكينا. إذا عملنا كنترول إل لاحظتوا في شيء هون بالمخطط؟ في فراغ. فهون معناها الصورة شو؟ مضروبة. معناها هي بجزء من الأجزاء مضروبة هون، عم تكون مضروبة الصورة. فانا شو رح اعمل قبل ما اروح اشتغل بالكلر بالانس؟ لازم اروح دائما على الكنترول ال وروح شوف اذا فعلا المخطط فيه شيء مضروب، يعني في شيء مخطط بمضروب بمخطط الاضاءه او لا. لقينا في شيء مضروب فانا حاعمل هيك، اعمل اوكي وبعدين اشتغل بالكلر بالانس، تمام؟ شلون انت عندك بمخطط اذا لاحظت هذا المخطط اللي فوق هذا كثافه الالوان، في عندي قرنه فاضيه، فطالما في عندي قرنه فاضيه فانا في عندي ضرب بالوان الصوره، فانا شو بعمل؟ بضطر اروح اول شيء اقيم الضرب بعدين اعدل على الصوره، ما فيني اعدل على صوره مضروبه. في حدا عنده اسئله؟ طيب الكلر بالانس شو بتقابل لي بالتعديل التلقائي؟ عندنا ايمج، عندنا الاوتو تون، الاوتو كونتراست، والاوتو كلر. قال الكلر بالانس بتعادل الاوتو كلر، هي بتقابلها بالتلقائي. طيب لنفترض عندنا هيك صوره، هي نفسها هي حناخذها. يعني انا عندي صوره بدي اعدل على اماكن الاضاءه واللي كثير فيها اضاءه، وبدي اعدل على اماكن اللي كثير فيها ظل، كيف بعدل؟ قال في عندنا شيء اسمه شادوز وهايلايت. انا بالهايلايت اذا لعبت فيه فانا لاحظوا هي كانت صفر، فانا وقت عم ازيد الاماونت تبعه عم يعمل لي يعني عم يغمق لي الاماكن المضيئه. العكس للشادوز، وقت انا عم زيد عم يروح يفتح لي الاماكن الغامقه، تمام؟ لاحظوا هيك غمق لي هيك فتح لي، تمام؟ طيب هي شو بتقابل الشادو والهايلايت؟ قال بتقابل ما صفي عن غيرها الاوتو كونتراست، تمام؟ معناها نحن في عندنا ثلاث شغلات، في عندنا الاوتو تون بيقابلها الليفلز، في عندنا الاوتو كونتراست بيقابلها الشادو والهايلايت، في عندنا الاوتو تون بيقابلها الكلر بالانس اللي هلا حكينا عنها. هلا حكينا هون عن الليفلز، انا حاطط لكم الاماكن اللي فيكم تاخذوا، طبعا السلايدات رؤوس اقلام بما انه في فيديوهات. هي ايمج ادجستمنت ليفلز، اذا عندي صوره هي طبقت عليها ليفلز فانا عم بحصل على صوره مثلا بهالشكل. طيب ايمج ادجستمنت شادوز وهايلايتس، اذا طبقت عليهم مثلا عم بحصل على صوره هيك. طيب الكلر بالانس، اذا عندي صوره هيك طبقت عليها كلر بالانس، لاحظوا انا لعبت بالسماوي فانا عم بحصل على صوره بهذا الشكل. طبعا كمان لعبت بالهايلايتس فيها مو بس بالميديتون. طيب هلا حنحكي عن خيار ثاني هو الديساتوريت. انا اذا كان عندي صوره وبدي احولها لابيض واسود، كل الالوان بنسب وحده، يعني انا مثلا ما عندي مثلا انا عندي بالاصفر بالصوره دائما عندي احمر اصفر اخضر ار جي بي بس بنسب متفاوته، لا انا بدي اعمل الصوره كانها بلوك وحده واعمل لها ابيض واسود بحركه وحده، كيف؟ يعني بدي احصل على هيك مثلا، كيف؟ قال في عنا شيء اسمه كمان من الايمج، خلينا ناخذ نفس الصوره. قال في عنا شيء اسمه ايمج ادجستمنت، في عنا شيء اسمه الديساتوريت. شو عمل؟
حوالي الصوره الابيض واسود. طب نحن احيانا بنشوف مثلا جماعه التصوير انه شو بيعملوا، مثلا بيروحوا بيعملوها سودا محمره او سودا مخضره او سودا مصفره، كيف؟ الكنترول بي بعد ما يحولوها الابيض واسود، كنترول بي وبيلعبوا بهدول، سودا محمره، سودا على فوشي، سودا على اصفر، سودا على ازرق، وبيقولوا لك اغلى. تدفع اكثر بتساوي لك يا هملوانه، ما بتدفع بتضل بيضة وسودا. هن هيك عم يعملوا، ما عم تكلفهم ثواني القصه، بس نحن عم يضحكوا علينا. هلا ما عاد فين يضحكوا علينا. طيب لا انا ما بدي هيك، يعني انا حابه اروح اعمل هيك بالصوره، مثلا هون اسود كثير، هون احمر كثير، هون مثلا تدرجات، بما انه هي سودا الصوره فعم يكون في عندي اسود وتدرجات الرمادي للابيض، تمام؟ مو هيك الصوره البيضاء والسوداء؟ اسود تدرجات الرمادي ابيض. طب انا ما بدي اياها تطلع هيك مثل وقت عملت ديساتوريت، هلا انه تطلع كلياتها هيك بنسب وحده، يعني عاملها كانه بلوك وعدل عليها. لا انا هيك بدي اعمل هيك اماكن كثير هيك ضاربه، يعني كيف؟ في عنا كمان من ايمج ادجستمنت في عنا شيء اسمه بلاك اند وايت. شوفوا شو هذا البلاك اند وايت، شوفي بقلبه. حنلاحظ انه في عندي شيء اسمه احمر، في عندي شيء اسمه يلو، في عندي شيء اسمه جرين، في عندي شيء اسمه سماوي، في عندي شيء اسمه ازرق، في عندي شيء اسمه فوشي، تمام؟ طب هدول شو هدول؟ احنا الصوره وقت فتحناها قبل شوي، لاحظوا الصوره وقت فتحناها فيها ازرق وفيها فوشي وفيها بني وفيها ما بعرف شو، فيها كثير الوان. طيب معناها انا اذا هلا فتحت البلاك اند وايت راح اطلع هيك، شو اكثر شيء ضارب عندي بالصوره؟ ازرق مثلا. مثلا قال اذا رحت عدلت بالازرق حلاحظ في بالتعديلات، ليك ما كثير عدلت بالصوره، لاحظوا عم يعدل بس السما، لاحظوا انا حزيده لحتى اوصل للاسود، تمام؟ طيب بنشوف فيها صوره احمر، حبلش حرك بالاحمر، اي عم يتعدل بالصوره، معناها في احمر بالصوره، مو شرط احمر بالعين، يعني انت شايف احمر بس ممكن يكون بنسبه اللون في احمر، تمام؟ يعني مو انه الاحمر صفر، وقت بيكون في وحده من الار جي بي مثلا ضاربه على صفر هون ما بيعدل. طب خلونا نجرب باليلو، لاحظوا في كثير اصفر بالصوره، فحت لهيك عم بقدر اغير، انا ححطها هيك عشان هيك اعطي صوره ضاربه، اسود على احمر، اسود على ابيض. طب خلونا نشوف في سماوي، في سماوي كمان، لاحظ تعدل. طيب في فوشي، ما بظن في فوشي، لاحظوا عم حرك ما اثر شيء بالصوره لانه اصلا ما عندي نسبه فيها فوشي، تمام؟ فانا بالنهايه رح احصل على صوره هيك. لاحظتوا الفرق بين هي وبين هديك؟ انه انا قدرت العب بنسب الابيض والاسود، ما عملتها كبلوك، تمام؟ هي على اللاير اللي انت بدك تعدل عليها، يعني هلا انا بالصوره ما عندي غير لاير واحده هي الباك جراوند. فانت مثلا اذا عندك باك جراوند مثلا وما عندك مثلا صوره شخصيه بدك تعدل الوانها فيك تعدل الوانها، بس بتوقف على اللاير اللي بدك تعدل عليها وبتشتغل عليها. اذا حابب تعدل عليهم كلهم بتحددهم كلياتهم، تمام؟ او بتحطهم بجروب وبتعدل بعدين على الالوان على الاناره تبعه. في حدا عنده اسئله لهون؟ طيب حكينا هون بالبلاك اند وايت، لاحظتوا الصوره لا فرقتوا عن الديساتوريت؟ فرقت ما؟ هي الديساتوريت عندي وهي البلاك اند وايت، تمام. هون بعد ما طبق بلاك اند وايت راح اعمل لها كلر بالانس وساويها مصفره. طيب الماتش كلر شو هو الماتش كلر؟ قال انا بيكون عندي صورتين، بيكون عندي صورتين، صورة مثلا بدي اخذ منها الوان وصورة معدل على الوانها، كيف يعني؟ شوفوا هون، شوفوا بهذا المثال. هلا انا هون مصورة قصر العظم، بس لاحظت كثير كله اخضر، انا مالي حابة يكون اخضر، حابة هيك يكون في اصفر احمر كثير الوان. قام رحت انا جبت صورة هيك، منين جبتها؟ كثير عجبتني الوانها، قال حروح اعمل مطابقة الوان بحيث يطلع معي الشكل النهائي هيك. لاحظتوا شو صار؟ تلونت الصورة، تمام؟ طب كيف بنعملها؟ هلا اذا هلا اخر شيء حنطبقهم، لحد يطبق، موجودين كلياتهم بالملف اللي حتاخذوا هلا عشان تطبقون. طب انا حسكر كل شيء، رح افتح الصورتين. في عندنا شيء اسمه هون بالايمج، في عندنا الماتش كلر، هي اللي هلا حنحكي عنها، عندنا هي الصورة وعندنا هي الصورة. رح ناخذ الوان من هي الصوره نطبقها على هذيك الصوره.
هاخذهم والحشهم. صار عندنا صورتين، لاحظوا في عندنا صورة بيفور بي ان جي وفي عندنا هي الانتايتلد. طيب هلا حروح لهي الصورة، مو انا بدي اخذ الوان من هذيك الصورة، حروح على شيء اسمه ايمج ادجستمنت، في عندي شيء اسمه الماتش كلر. حيفتح لي هاد، شو حيقلي بالسورس هوم؟ حيقلي اختاري الصورة اللي بتاخدي منها الوان تعملي ماتش كلر عليها. حروح على السورس واخذ شو اسمها الصورة اللي بدي اخذ منها، اسمها انتايتل، حاكبس عليها تمام، هاعمل اوكي. قام هو لحاله عمل لي مطابقة الوان وصارت الصورة هي. شفتوا مسألة؟ مبينة مرسومة رسم. هلا لسه هي الصورة نفسها ذاتها حنشتغل عليها بالفلاتر، بحيث تطلع عندي هيك رسم زياتي مدري شو بسموه، تمام هيك انه بالالوان المائية وعم تلمع، بس هلا مبدئيا هيك حناخذها تمام. طبعا في هلا ما بعرف هو كيف طابق كل بيكسل مع بيكسل لطلع هذا اللون، تمام عمل مطابقة مع بيكسلات هي الصورة ومع بيكسلات هي الصورة ودمج بين الوان. طبعا هو كان مرجعيته هذيك الصورة انه اخذ من الوانه وطابق هون، كان هو مثلا بيطلع اخضر هنيك بيقابل النسب عنده ما بعرف شو بيطبق الالوان. طيب حنحكي هلا عن الهيو ساتوريشن. كثير نسمع هيو ساتوريشن بس ما بنعرف شيء. هلا هون جماعه السنه الثالثه بالجرافيكس كان بيسمعوا كثير هيو ساتوريشن، صبغه واشباع. الهيو هي الصبغه والساتوريشن هي اشباع. طب شو يعني هيو؟ الهيو هي يعني كل شيء الوان عندي بالدنيا عم يجمع بهذا المربع، تمام؟ كل شيء الوان عندي عم نلاقيهم بهذا المربع. طب شو يعني ساتوريشن؟ اشباع هذا اللون، كيف يعني؟ لاحظوا هون بالساتوريشن، لاحظوا انا اذا اخذت الساتوريشن قللت الساتوريشن عم بحصل على لون باهت، اخر شيء حيوصل للون ابيض. اذا زدت الساتوريشن رح احصل على لون مشبع. يعني مثلا انا رحت اخترت بالهيو لون احمر، تمام؟ اخترت من الهيو هون لون احمر ولعبت بالساتوريشن تبعه، يا بيطلع احمر باهت يا بيطلع احمر ضارب كثير، تمام؟ انا بلعب بالاشباع تبعه بالساتوريشن. طيب في عندنا شيء اسمه البرايتنس، شو هو البرايتنس؟ يا بغمق يا بفتح، يعني يا بساوي الصوره كلها سوداء تدرجات رمادي اسود يا اما تدرجات رمادي ابيض. فانا كل ما اخذتها قللت بالبرايتنس عم بحصل على صوره اغمق، على عكس الساتوريشن، انا وقت عم قلل بالساتوريشن عم بحصل على صوره باهته، تمام؟ طيب ما حنفهم لحتى نشوفها كتطبيق عملي. بدنا نطلع الهيو ساتوريشن، منين بجيبها؟ قال في عندنا شيء اسمه ايمج ادجستمنت، في عندنا شيء اسمه هيو ساتوريشن. فتح الهيو ساتوريشن، لاحظنا في عندنا ثلاث شغلات، بس حاشرح شوي عليها وبعدين. طيب في عندنا هون ثلاث شغلات، حكينا انه الهيو هي بتلعب بحدد اللون فيها، الساتوريشن بيلعب باشباع اللون، اللايتنس بيلعب باضاءة اللون. طيب هدول الاثنين شو هدول؟ قال هاد بيعطيني الوان الصورة اللي عندي، وهاد بيعطيني الالوان اللي حعدلها فوق، كيف يعني؟ شوفوا هون، إذا أنا رحت حددت مثلا بدي لون فوشي، لاحظوا شو صار. انا اجيت حطيت هون بالهيو، ما بعرف بالساتوريشن وما بعرف باللايتنس، بس انا حطيت هون بالهيو انه انا بدي لون فوشي، لاحظتوا انه هذا تغير؟ شو صار هون عندي؟ انا في عندي هاد الشريط الفوقاني، شريط الالوان تبع صوتي الاساسيه قبل ما اعبر عليها. طيب التحت كان قد نفسه، لاحظتوا انه كانوا مطابقين مع بعضهم اول مره؟ طيب شو صار؟ قال وقت اخترت انا فوشي، لاحظوا انه هذاك السماوي وقت كان ازرق بدرجات السماوي، لاحظ كيف صار عندي هون فوشي؟ مثلا بالاماكن اللي عندي احمر ضرب عليها الاخضر، عشان هيك احنا لاحظنا هيك الالوان صارت تستغل لونها فوشي، لانه هي اصلا كانت ازرق وضرب عليها الفوشي مع تدرجات الاحمر. لاحظتوا هون؟ عرفتوا شو صار؟ فانا لما لعبت بالهيو فتغير هذا، كبل لي الالوان اللي فوق بنسبة حط لي الالوان الجديده، تمام؟ طيب صار عندي هيك صوره الوانها مو منطقيه. طبعا هي كثير بشوفها احيانا بالافلام كرتون وهيك قصص. طبعا اذا كنا حابين نعمل صوره كثير ملفته للنظر ممكن هيك نعمل الوان مو منطقيه، يعني سما تصير فوشي تمام. طيب اذا رحت لعبت بالساتوريشن، لاحظوا هلا الالوان كيف حتصير. احنا قلنا اذا قللنا الساتوريشن شو حيصير؟ حتبهت الالوان. طب حقلل الساتوريشن انا، لاحظوا بلشت الصوره تبهت حتى وصلت لدرجه الرمادي، تمام. طب حزيد الساتوريشن، صارت الالوان كثير فاقعه، تمام. اللايتنس انا عم فتح او غمق،
كمان عم عامل الصورة كأنها بلوك واحدة وعم عدل على ألوانه. طيب قال أنا ما بدي هيك، طبعا اختصاره كنترول يو. قال أنا ما بدي هيك، حروح أعمل. طب إذا فعلنا خيار الكلرايز شو بصير يا حزركم؟ هاد الكلرايز إذا فعلته شو بصير؟ أصلا شفتوا شو بصير؟ شو بصير؟ لا مو تلقائي. قال إذا فعلنا، لاحظتوا أنتم إحنا وقت ما فعلنا شو كان عم يصير؟ عم ياخذ اللون ويعدل على الألوان، كل لون لحال، كل بكسل لحال عم يتعامل معه أزرق، إحنا هون صار فوشي عم ناخذ نسب ونعدل على الألوان. قال إذا عملت كلرايز تقريبا صارت مثل، يعني ما عاد فرقت عن الكلر بالانس، يعني كأنه أنا عم بروح أعدل ألوان الصورة كلها. هي رح أعمل كلرايز، لاحظوا صرت بساويها يا أما للصورة، لاحظوا مثل الكلر بالانس، يعني يا أما عم ساوي الصورة مخضرة، يا أما مزرقة، يا أما محمرة، يا أما ما بعرف شو، تمام؟ وهون عم بلعب بإشباع. لاحظتوا الفرق؟ طيب هلا حنحكي عن أداة الكروب تول، أداة الاقتصاص. هلا نحن إذا كان عندنا صورة مثلا بهذا الشكل، إذا كان عندنا في صورة بهذا الشكل، عندي هذا تويتي عملت له بأداة الكروب تول، قام شو صار؟ مثل كأنه زومت عليها، هو أنا شو عملت؟ بس قصيت وصارت قريبة الصورة. طب أحيانا كثير مثلا بنشوف صور هيك مثلا، إنه في عندي صورة هيك مثلا مقلوبة وبقوم بروح أنا بجلسها هيك، تمام؟ هي أداة بسيطة كثير، كيف بتشتغل؟ كمان بتلاقوهم بالمجلد عندكم، بس بمجلد اسمه Old Image. في عنا هي الصورة هنشوفها. إذا عندي هي الصورة مثلا أنا بدي جلسها، أنا بيجي حدا بيقلي بسيطة، بتروحي بتحدديها. هأشتغلكم على الطريقة التقليدية، بدي جلسها. قال حروح، بس بالمناسبة أنا ما لي حكي كيف بطلع خصائص الصورة. في عنا شيء اسمه Image Size بيعطيني خصائص الصورة. لاحظوا أنا بيعطيني قديش البيت تبعه وقديش الهاي، ومثلا بالبكسل. واذا بتلاحظوا حاطط لي هون ملقط، هون اذا بتلاحظوا هذا الملقط حاطط لي شو بيقابلها بالسنتيمتر. طيب اذا نحن لغينا تفعيل هي، بس هي قبل ما ظبط على الصوره، اذا نحن قمنا هذا الخيار خيار، فصار انا حرجع بالاول. اذا انا رحت عدلت على ابعاد هي الصوره مثلا ساويتها 1000 بدل 700، فلاحظوا عم يعدل لي الهاي، يعني انا شو بحط فوق بحط لي بمقابله. ليش؟ لانه هنا مربوطين بلينك، تمام؟ طيب إذا قمت الخيار هذا شو راح يصير؟ بصير بعدل على كل وحدة لحال، يعني ما عاد لها علاقة باللي تحتها، تمام؟ في عنا ريزوليوشن بيقول لي قديش دقة الصورة، أحياناً نحن بنضطر نرفع دقة الصورة، فأنا إذا بدي أرفعها برفعها من هون، إنه عندي هي الصورة مثلاً بدي أرفع دقتها، هلأ أرجع آخذ الإيميج سايز، بدي أرفع دقتها، فأنا بالريزوليوشن برفع دقتها، تمام؟ مثلاً هي كانت 72 حساويها 100، طبعاً بيكبر حجمها. يعني إذا تروح على الخصائص بتلاقي كبر حجمه، تمام؟ طيب أنا حأخذ هلأ أبعاد الصورة، هي أبعاد الصورة 700 × 814، وحروح أفتح فاي ب 700 × 814، صار عندي هيك فاي، حروح حدد هي الصورة وأنقل عليه، هي بالطريقة التقليدية. حبلش حدد الصورة وبعدين بنقلها. طيب حنقلها هلا، بجيبها لهون، بعمل لها كنترول تي، بروح بدورها. هي التقليدي هيك بيشتغل، وبرد برجع بكبر. لا وما زبطت كمان، بعمل هلا هيك، برد برجع بعمل كنترول تي، وبرد برجع بكبس شيفت وبكبر، بزبطت اخر شيء. قال انا ماني مضطره لكل هاللته. قال شو بعمل؟ ببساطه بروح على اداه الكروب تول، هي ليك هي هي، وبلش بقى بدور بالصوره. هلا لاحظوا هون، اذا بتلاحظوا عم يعدل على شو؟ عم يشتغل هو، عم يدور الباك جراوند. الاصدارات القديمه كان يغير على الفايل، يعني مو على الباك جراوند، هو يقلب بالفايل. اما هون عم يحرك لي الصوره، يعني عم يحرك الصوره مثل ما انا بدي، مو الفايل كله. طيب هعمل هيك مثلا، بدي ارجع اصغر من هون. لاحظوا الفايل عم يتشقلب. ليش؟ لانه هو عم يعدل على الصوره، بينما نحن لو كنا عم نعدل على الفايل كان ضل الفايل مربع بشكل مربع وتعدلت الصوره. بعمل انتر، انقصت معي.
لاحظتوا الفرق؟ يعني انا صار ما عاد مضطر ولا اروح حدد وانقل وزبط وما زبط ومدري شو، بدي اطلع نفس ابعاد الصوره وروح على الايمج سايز ومدري شو، لا خلاص من هون تمام. فانا هيك جلست على الصوره. ايه تمام. في هي الاداه هي بتفيد جماعه التطوير الويب. نحن احيانا وقت نفتح صور مواقع نحتاج درجه لون معينه، يعني مثلا انا عندي الباك جراوند ازرق، قد ما كنت انا عيني خارقه حارقه ما حقدر اجيب نفس درجه اللون. فالعالم شو عاده كانت تعمل؟ تفتح الرسم ومدري شو تعمل هيك توصل لدرجه اللون. قال لا، قال بالفوتوشوب في عندي اداه خاصه مأمن لي اياها الفوتوشوب بحيث انا احصل على درجه اللون اللي بدي اياها تمام. طب اذا اخذت انا هي اداه القطاره هي الشراقه ورحت مثلا في عندي مثلا هي الصوره بدي احصل على درجه اللون تبعها، حافتح لون الاماميه وبدي احصل على درجه اللون هون، كبست هيك انا شو عمل؟ اعطاني درجه اللون بس اخذ رقم بروح بلحشه بالكود تبع السي اس اس تمام. مثلا بدي غير لون، مثلا انا عندي باك جراوند مثلا هيك لونه احمر، بدي احصل مثلا على درجه اللون الاحمر تبعه بعمل هيك مثلا اخذني على درجه اللون. لاحظوا اللون اللي فوق لون الاماميه واللون اللي تحت لون الخلفيه. لاحظوا هذا مربع المعاين اللي عندي، هذا لون الاماميه وهذا لون الخلفيه تمام. فانا قدرت احصل على اللون، وحتى بيعطيني اياه بالار جي بي، بيعطيني اياه بالسي ام واي كي، يعني بيعطيني درجاته بكل 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 نظام الوان تمام. نحن عاده بيهمنا هذا الرقم او الار جي بي، ليكون الارقام 216 00. هي حتى بتفيدني انه مثلا ايه اذا اخذت نسبه درجه لون مثلا هيك، انه انا مثلا بدي اروح احط كباك جراوند عندي هي الصوره، حسكر هدول عندي هي الصوره مثلا، خلينا ناخذ هي البلاك اند وايت، عاجبني لون السماوي فيها كثير، عاجبني هذا لون السماوي، بدي اروح اعمل باك جراوند بهذا اللون، كبست كبسه اعطاني درجه. هلا اذا بعمل اوكي بصير لون الاماميه سماوي، لاحظتوا لون الاماميه صار سماوي. بعمل مثلا كنترول ان بفتح ملف جديد مثلا وبروح بلونه بالسماوي تمام. فانا هيك اخذت لون من قرني حطيته بقرني، عندي هاي الصوره. ملاحظين فيها شيء غريب؟ حبه بوشها بدي قيمه كيف صارت هيك. حنحكي هلا عن ادوات الترميم او بالاحرى يعني ادوات اللي بتنسخ من قرني وبتحط بقرني. بس في عنا نوعين من هذول الادوات. في عنا ادوات وقت بدك تروح انت تعمل نسخ من جزء، يعني اذا انا اجيت بدي اعمل نسخ من هذا الجزء، عندي هذا الجزء المضروب انا، فانا يفترض لحتى اروح روحه اخذ من اللي حواليه مثل اخذ خزعه او جزء وروح لحتى لمه. في عندي نوعين من هذول الادوات. في عندي ادوات بتروح بتنسخ لي اضاءه بحيث هلا انا هون مستخدم الادوات بتنسخ اضاءه، في عندي الوان بتنسخ اضاءه بحيث انا وقت اروح رمي ما تبين الصوره عندي انه فعلا مرممه. وفي عندي ادوات ما بتنسخ اضاءه، فبالتالي انا وقت عم بنسخ اذا ما كنت كثير قريبه من الجزء اللي عم بنسخ منه حيبين انه مثلا اذا كنت بنسخ من الجزء ما حيعدل لي اضاءته، فحيطلع عندي هيك في عطب بالصوره. لا لسه ما ضلت بوشها كانت احسن تمام. طيب هلا ممكن حدا يجي يقول لي اذا بدك تعديها بسيطه، هي شكلها دائري، بنروح بنحدد بالدائره شيء قرنه وبناخذها وبننسخها. حنجرب حلها، لا حدا يجرب، هلا بنجرب كلياتنا سوا. هلا حنبلش بالادوات اللي بتنسخ اضاءه تمام. لا حبلش بالعكس مشان ارجيكم انه هي صارت رحمه بالنسبه لي، حبلش باللي ما بتنسخ اضاءه. بس بتلاقون الصور هون كان ريستوريشن. في عندي هي الصوره. طيب انا اذا عندي هي الصوره رحت بدي قيم هي الحبه شو راح اعمل؟ قال سهله ما فيها شيء، قال بنروح لهون على الاداه الدائريه بنسخ هي القرنه ماشي، بعمل كنترول سي بعمل كنترول في صارت عندي بطبقه، باخذ هيك وبحمله وبلحشها هون. هاي جرائم الفوتوشوب، شو رايكم فيها؟ لسه ما استخدمت ادوات ترميم، انا بس عم بنسخ وبلصق تمام. هي جرائم، عن جد جرائم. قال نحن ما بدنا هذا الحل التقليدي، قال شو رح نعمل؟ رح روح انا على شيء اسمه، في عندي شيء اسمه كلون ستامب تول، مثل محبره او شيء او فينا نسميها، حاخذها هي الاداه، حكبر الفرشايه. مش معدله شكلها. طيب حاخذها هي الاداه.
طيب حاخذ هي الاداه، شو رح نعمل هلا؟ كيف بنستخدم هي الاداه؟ هي الاداه ما بتنسخ اضاءه. كيف يعني؟ يعني اذا رحت انا نسخت جزء من هون اضاءته ما لمت لهون. حجرب هلا بدون اضاءه، حروح لهون، لاحظوا عندي هي مثل تبع القناصه، لاحظوا في عندي هذا الزائد، رح اكبس زر الت. انا هلا مالي عامله شيء، رح اكبس زر الت، لاحظوا شو صار، انا كبسه ايدي على الالت، رح اكبس كبسه بالزر اليساري وام ايدي، شو صار هون معي؟ صار معي مثل خزق، يعني انا مثل حامله كتله ورايحه. حاجي لهون، لاحظوا انا شو حامله بايدي، تمام. رح اعمل هيك على جرائم فوتوشوب، نحن ما بنشتغل هيك، تمام. يعني انا مثلا ما عم عدل وضع ناحيه الحبه، بروح على غير انه ما له علاقه بوشه وبنسخ منه. هلا هو شو اعتمد هون؟ اعتمد مبدا النسخ، قال هذا الحل انا ما بعمله. هي الاداه مفيده بس مو بهالطريقه استخدامها. رح اتراجع ورح اجي لهون، حانسخ من هون مثلا، من قرنا كثير قريبه من وشها، حاكبس زر الت. لا حدا يجرب، هلا بنجرب، بس خليكم معي. حنكبس زر الت ونكبس كبسه، انا كبسه زر الت ورح اكبس بالزر اليميني وام ايدي، صارت معي ليكا، شايفينها؟ رح اشتغل، لاحظوا، شايفين انا وقت عم بكبس شو عم يصير؟ في عندي اشاره زائد. شو هي الزائد؟ لاحظوا في زائد بالنص فاضي وفي زائد تحت. قال هي الزائد عم ياخذ من هالقرنه وينسخ، ياخذ وينسخ، تمام؟ فانا عم يعني نحن عم تمشي هي الزائد، هو عم يرمم. هلا نوعا ما افضل، بس جرائم فوتوشوب كمان ما بدنا اياها. طيب خلونا نفتح هي الصوره مثلا. هلا حنحكي عن اداه اللي بتنسخ اضاءه، بس هلا حشوقكم الى شوي، رح افتح هي الصوره وخليكم تشتغلوا فيها الاداه، بعدين بتحسوا بنعمه هديك. في عنا شيء اسمه هون old image، رح ناخذ هي الصوره. هي صوره قديمه، شو حنعمل فيها هلا؟ لاحظوا كثير مشوهه، رح رمم ولون، وبعدين نحكي عن الادوات اللي بتنسخ اضاءه. حنبلش ترميم فيها. انا اذا عندي هذا الجزء بدي اخذ منه، شو رح اعمل؟ مثلا بدي رمم هذا الجزء، هعمل بالزر الت، اكبس بالزر اليساري وبلش. لاحظوا بلشت تروح، عم تلاحظوا هيك شيء؟ مثلا بدي رمم هون، لاحظتوا كيف عم تروح؟ تمام. هلا بنحكي بهذيك الاداه، بس معلي خليكم تتعذبوا شوي. حنحصل بالنهايه على صوره هيك، لاحظوا بعد الترميم ولاحظوا قبل الترميم، لاحظتوا؟ هلا هيك كلياتها مرممه باي اداه؟ بالاداه اللي ما بتنسخ اضاءه، اللي هلا كنا عم نشتغل فيها الستامب. قال بدنا نلون، كيف بنلون؟ قال حدا بيقول لي بسيطه، روحي على اداه السطر، بدك تلونيها بالازرق واعملي هيك. ما عاد في ملامح بالصوره، كيف بنلون؟ حنحدد. مثلا اذا بدي لون الباب انا، عم حدد، يعني عندي اداه بتساعدني لحدد، هي اداه البوليجون. حددت هيك، قال انا ما بدي هدول الاجزاء اللي جوا كمان يتحددوا، شو بنعمل؟ بنجمع ولا بنطرح؟ بنطرح. رح اطرح منه. طب خلينا ناخذ الاداه المربعه ونطرح منه هذا الجزء. شو بنعمل هلا؟ شو الخيار اللي بدي لون فيه؟ السطر. بنروح على السطر وبنلون. ما صفي ملامح بالصوره. شو؟ كيف بنلون؟ قولوا لي الخيار. كلر بالانس او هيو ساتوريشن، ما عندي مشكله، اثنين بلون. هي كنترول بي. حلوين مثلا بدي اياه على اصفار. لاحظتوا؟ هي عم لون مثلا على اخضر على كذا، هيك مثلا بدي اياه. فانا هيك لونته، برد برجع بحدد لي جوا وبلون، حتى اخر شيء احصل على الشكل النهائي. طيب اذا بدي حدد الطاقيه ولونها نفس الشيء كمان، حروح حددها باداه الماجنتيك وبلش. وين؟ الاسود. هاد ضارب فيه الاسود. لانه اضاءه، ايه ضارب فيه الاسود، تمام؟ طيب نحن في عندنا هلا اخذنا اداه الستامب. بس قال ما كثير يعني معدتي انه اخرتها.
هلا حنجي للادوات اللي بتنسخ اضاءه. تمام، رح اخذ اداه الهيلينج بروش تول. هلا حارجع لهذيك الادوات واحكي فيهم. هي اداه الهيلينج بروش تول رح احدد لها حجم فرشايه واجي لهون. اداه الهيلينج بروش تول، شو رح اعمل؟ انا معي الفرشايه بايدي، معي الهي، رح اجي اعمل الت وكمان اخذ خزعه، بس من وين ما بدي. اذا بروح باخذها من هون بيقبلها، شايفين من هون حروحها لحتى اي من حبه حاخذ من خده مثلا، هاعمل هيك زر الت واكبس كبسه، صارت الخزعه معي. بكبس كبسه، لاحظ ما كثير بينت وكثير كانت بعيده والاداه كثير كبيره، حصغي هاخذ مثلا، خليني اخذ بحجم الهي مثلا، لاحظوا هاخذ من هون هاعمل زر الت واجي لهون، لاحظ ما كثير بينت، في عندي لسه احمر قدامها مثلا، بعمل هي عم يسخ لي هو اضاءه. طب كيف فينا نشوفها واضحه؟ خلينا نجي لهون، رح اجي انا انسخ مثلا من هون، مثلا هيك من هون حاعمل زر الت ورح اجي رمم هون. لاحظتوا شو صار؟ انا منين اخذت؟ اخذت من هون، لاحظ هي اللي معياها، بس كبست كبسه، بس هو شو عمل؟ نسخ لي اضاءه، فهو عدل حسب يعني شاف شو الاضاءه اللي بتناسب هي القرنه وعدل عليها. تمام، بكبسه زر وحده، مع انه انا ليكو الخزعه اللي كانت معي شو هي؟ ما لها علاقه فيها. طيب خلينا نروح نجرب هذيك الاداه، حاجي اخذ من هون واجي لهون. لاحظتوا الفرق؟ طيب اذا بنجي ناخذ هذا مثلا، يعني انت عندك هون مثلا، انت لاحظ وقت احنا اخذنا اداه الستام، اداه المحبره، واجينا عملنا هيك نسخ الجزء مثل ما هو، ما عدل اضاءته، فوقت اجيت عملت هيك مثل ما هو نسخ لي الجزء. بس لاحظ وقت اجينا اخذنا اداه الهيلينج براش تول واجيت عملت هيك، لاحظ الخزعه اللي معي، هو اخذ اضاءه، يعني اخذ خزعه بس مع اضاءتها، فوقت اجيت عملت هيك اطلع هيك، لا مثلا هاي القرنه اضاءتها فاتحه، فمجرد انا ما كبست لحاله عدل اضاءتها. يعني هو ما نزع لي الاضاءه، بس مثل يعني عمل مقابله بين اضاءه، قابل بين اضاءه واختار اضاءه اللي بتناسب هي القرنه. هلا كيف عم تصير من جوا ما بعرف. تمام، طيب لنفترض في عندي هي الصوره مثلا، عندي هون بدي اعمل له ترميم تحت عيونه، كيف نروح على الاستامب ونعمل ترميم؟ اكيد لا، لانه لبكره الصبح ما بتخلص وما حتطلع ظابطه. في عندنا اداه ثانيه، هي مثلا ما حبلش بهي الصوره بس لاشرح لكم هذيك الاداه، اللي احنا اخذنا الهيلينج بروش تول، رح ناخذ السبوت هيلينج بروش تول. شو بتعمل؟ قبل ما بلش بهي الصوره حاخذ هي الصوره، لاحظوا بهي الصوره شو عندي انا، شيء بدي قيمه، في عندي لوجو تحت مثل لوجو او كتابه او شيء بدي قيمه، ما بدي اياهم. اذا رحنا اشتغلنا على الستامب ما حتطلع ظابطه، رح تطلع كثير فاشله وعذاب على الفاضي. طب انتم ملاحظين في شيء هيك بالصوره بيميزها؟ زرقاء، يعني الصورة متجانسة نوعا ما، يعني ما فيها مثلا والله احمر مع اصفر مع اخضر، او مثلا هون اللوجو تقييم هذا الجزء ما فيه هون مثلا والله سفينة لزقانة فيه حتى ما اقدر رممها. يعني اداة سبوت هيلينج بروش تول هلا انا بشتغل فيها شرطة لحتى تطبق انه يكون قبلها وبعدها ما في شيء. تمام؟ يعني اذا بتكون لزقان قبلها سفينة مثلا بتجي تستخدم هلا هي الاداة اللي بدي احكي عنها وما بتزبط معها، بده يكون هيك جامد ما في، يعني هيك حواليها ما في شيء هيك جاي من وسط الدنيا. طيب شو رح نعمل؟ رحنا حكينا عن الستامب، رحنا حكينا عن الستامب الكلون ستامب تول، هلا حكي عن الباترن، بس هلا حكينا عن هي، حكينا عن الهيلينج بروش تول انه انا باخذ خزعه وبجي لحتى رمم بس بتنسخ لي اضاءه، على عكس هذيك ما بتنسخ اضاءه. هي شو بتعمل؟ السبوت هيلينج بروش تول مبدا عملها غير، رح اجي لهون انا رح كبر 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 حتى تصير تقريبا حجم الفرشايه بحجم اللوجو. انا كبست كبسه من قبل، شرط هي الاداه اني ببلش بقبل القرنه اللي بدي رمم فيها وبخلص مع لبعدها، فانا بلشت بقبلها وحامشي عم بمشي هيك لوصل لبعدها وبقيم ايدي. لاحظتوا شو صار؟ املياها. تمام، طيب خلينا نرجع لصوره الختيار، بدي رمم وشو، انا بدي رمم هي المنطقه، كيف؟ طيب حنرمم هي القرنه،
حأمشي هيك. خلينا نصغر حجم الفرشاية شوي. رح بلش هيك. بدها كمان وش تاني؟ قد ايه عمره؟ بدك بكبسة زر ترممي له وشه؟ لاحظتوا؟ عم تروح التجاعيد من وشه. طيب خلينا نقيم هي القرنة مثلا. لاحظتوا شو عم يصير؟ طيب إذا بدنا نقيم هيك مثلا هيك، فأنا عمليا عم بقدر أعدل بشرته. طيب معناها حكينا ثلاث شغلات، حكينا سبوت هيلينج برش تول، حكينا هيلينج برش تول، حكينا الستامب، عرفنا شو الفرق بيناتهم ما؟ طيب الباتش تول، إذا بدي أعمل هيك، بدي أعمل هيك شيء، كيف؟ بنسخها، تعال ننسخها. طيب خلونا ننسخها. حروح على الأداة الدائرية وحددها وأعمل لها كنترول سي كنترول في وعم بنسخ. بدي أحط لها حبة هون مثلا. أنا عم بنسخ، شو رأيكم هيك؟ مثلا هيك هون. طيب قال منجي نستخدم الستامب ومنبلش. مثلا انا بدي هاي، بدي هاي مثلا عجبتني، بحطها هون بحطها هون، بعدين برجع بعمل هاي، بحطها هون برد برجع بعمل هاي، اشتغلت مثلها مثل هذيك، ما فرقت كثير. اخترت اداة الستامب وبلشت انسخ. شو تعديل إضاءة، معقول روح على كل وحدة عدل إضاءتها؟ قال لا، قال معناها هي الحلول كلياتها مو مجدية لإنساخ، لا الستامب ولا إني حدد وإنساخ. طيب بيجي حدا بيقول لي استخدمي مثلا الهيلينج برش تول، أصلا ما فيني، يعني في عندي أدوات بتساعدني أكثر لحدد مساحة أكبر، فيني استخدم السبوت هيلينج والهيلينج برش، بس في عندي شيء اسمه باتش تول، هي الأداة هيئت لي هذا الشيء. قال هي الباتش تول شو بعمل فيها؟ ححدد الدائرة، هي القرنة اللي بدي إياها، هي المنطقة. وشو رح اعمل؟ بدي احطها هون، فهي عدلت لي اضاءتها، يعني الباتش تول كمان بتعدل اضاءة. فمعناها انا رح حدد هي رد ارجع ورد ارجع انقلها مثلا لهون. لاحظ شو صار؟ دمج لي اياها الاضاءة كلياتها، مثلا برد برجع بحدد وبنقل لهون مثلا، فهو عم يعدل اضاءة، فمعناها كثير بتفيدني. تمام. طيب إذا أنا بدي قيمة هي الحبة وحطها بغير قرنة، شو بعمل؟ أنا بدي قيمة من هون وحطها بغير قرنة. قال في عندي شيء اسمه content aware، هي أداة الموف تول كمان، content move tool، ححدد كمان، كبرت كثير التحديد، ححدد مثلا أزيحها. لاحظتوا شو عمل؟ أنا نقلتها من قرنة لقرنة. طيب إذا أجينا على اللوجو، يعني معناها هي شو بتفرق عن البوتش؟ هي أداة الكونفرت موف تول، هي عم تمسح القديمة وتنسخ إضاءة وتنقل، هديك بس عم تنسخ. طيب حأجي هلا هون على اللوجو، رح أجي حدده، ونقله شوي على اليمين. لاحظتوا؟ ما أثر عندي وبينت كأنها طبيعية، يعني بدل أنا ما أروح حدد بأداة الماجنتيك وأنسخ ومدري شو وما حتطلع ظابطة، خلص هاي الأداة صار فيني أنسخ وأنسخ بغير قرنة ومع إضاءة، تمام؟ طيب قال إذا أنا عندي عيون هيك حمر، كثير هي أحياناً بنشوفها، ليش بصير؟ مثلاً بتكون الدنيا ليل، إجا حدا صور، ضرب الفلاش على العين، العين عكست على عدسة الكاميرا، قام طلع عندي هيك شكل، كيف بدي أروح هذا الحمر؟ قال لك سهلة ما فيها شيء. منروح على أداة السطل، منحط لون أسود، ومنجي منعمل لها هيك هيك. لا بس لابدأ من هون، شو رأيكم؟ شو رأيكم؟
دراجولا. انا ما بعرف دراجولا، شو رايكم بهالمنظر؟ اكيد مو حل. لا هي مو عدسات، هي ما بعرف من جرائم بالعين، مدري شو عم يصير. اصلا راحت ملامح العين، ما صفي عين، صفي طبقه سوداء. اكيد ما بيفيدنا هذا الحل، ما بدنا اياه مشان ما اتراجع. هلا حكي عن التراجعات، كيف بتراجع اكثر من مره. هرد ارجع افتح الصوره، شو بعمل؟ قال في عندي اداه خاصه بالفوتوشوب لهي القصه، اريد شو راح اعمل؟ حددت صارت. طب شو صار؟ نعم ما حددت انا، بس شو عم انا ما فيني، انا فيني اذا ما بدي، ما اذا بدي ما بحدد، بس هيك بس كبسه واحده على العين، كبسه واحده على العين بياخذها. طب شو صار؟ قال انا هون في عندي بالبابل سايز بلعب بي بي بحجم الدائره اللي بده يغطيها. يعني هلا هي كانت 50%، فهو غطى لحدود ال 50، بس اجت بالصدفه هون انه على نفس حجم حدقه العين اللي هون عندي. طيب الداركن بتلعب بغمائتها، يعني هي ما كثير بتغمق، اذا مثلا رحت غمقت الداركن فحتغمق مثلا هون، حتصير اغمق نوعا ما اذا قربنا او زومنا. خلينا ناخذها هون مثلا، خليها 50 ب 50 وبعدين داركن، ما كثير حتفرق بس بتصير اغمق. حاعمل هون هيك، هي قديش كانت 50؟ لاحظ انا مو حاطه البابل سايز 50، لك غطالي بس بمساحه 50. هي قديش كانت ديفولت؟ متذكرين كم 100 ولا قد ايه؟ 100. لا شوفوا لي قد ايه الديفولت عندكم؟ 50. ليش ما عاد غطى؟ هلا غطاها تمام. طب انا حاجرب زيد الداركن شوف شو بصير. هلا هو حيغمق بس ما كثير رح افرقه، بس لاحظتوا الفرق بيناتهم؟ اذا بتدققوا هي اغمق من هي، على فكره هون ما كثير مبينه، بس اذا بتدققوا هون لسه شوي مبين الحمار شوي بهي، بس هون ما كثير مبين. عندي واضح هذا الشيء بس على البروجيكتور مو واضح تمام. فانا لعبت بدرجه الغماقه تبعه. طيب انا اذا رحت حددت الاداه الباتش تول، بنلاحظ فوق في عندنا خيارين سورس وديستنيشن، شو الفرق بيناتهم؟ رح روح حدد السورس انا. هلا انا كانت عندي محدده ديستنيشن، حارجع للسورس وحدد هذا الشكل. لاحظوا هلا انا نحن عم بنقل ايدي، يعني صارت هون هي. نعم لا لا مو نقل. لاحظوا انا سحبت ايدي، شايفين ناح الماوس الاسود؟ ناح هي الخزعه بياخذها وبرمم لي بالقرنيه اللي فوق. هي شو السورس؟ طيب الديستنيشن اللي انا كنت عم بشتغل عليها، هي الديستنيشن بينسخها وبيحطها بغير قرنيه. اذا بدي اتراجع انا اكثر من مره، فالكل ملاحظ انه كنترول زد بيتراجع مره واحده. طب بدي اتراجع اكثر من مره، كنترول ال زد. طيب في عنا، احنا حكينا قبل شوي انه في عنا شيء اسمه هيستوري صح؟ وقلنا الهيستوري بحط لك كل خطوه انت عم تشتغلها بالفوتوشوب بتتخزن بالهيستوري. طيب قديش مجاله؟ 20. مجاله الديفولت 20. طب فيني زيده؟ فيني زيده. كيف؟ لاحظوا هلا اذا رحنا على طيب اذا بدي انا زيده، في عندي شيء اسمه ايديت بريفرنس، في عندي شيء اسمه جنرال، من جنرال في عندي شيء اسمه بيرفورمانس. انا بالبيرفورمانس بعدين لاحظوا الهيستوري 20 هذا الديفولت، فيني زيده. طب بس اذا زدته انا عم بستهلك من الذاكره، هي بدي احطها بعين الاعتبار. فصار الخطوات اللي بتتخزن بالهيستوري مثلا اذا حطيته 40 بتصير 40، انا هون محددته 20، اكثر من 20 تراجع ما بتراجع الا اذا زدت هذا العدد. طيب لنفترض انا زدت هذا، لا خليته 20، خليته 20 ورحت عملت 20 خطوه. طب ال 21 شو بصير فيها؟ بكب اول خطوه وبيعبيها بمحلها تمام؟ ال 21 بكب ثاني خطوه بيعبي، فالخطوات اللي بعد ال 20 عم تروح بيعبي بمحلها. طيب في عنا لوح نحن بالفوتوشوب اسمه اكشن، شو هذا الاكشن؟ حدا سمعان عنه؟ بطلعه من ويندوز اكشنز. هذا شو هذا الاكشنز؟ قال الاكشنز هي مجموعه خطوات مخزنه بالفوتوشوب، انا بكبس عليها بيشتغل فيها. كيف يعني؟ خلونا نجرب هي مثلا، مثلا خلينا نجرب الجريدينت ماب، كبست عليها وحقلها تشغيل،
شوف شو بصير بالصورة، لاحظوا شو عمل لي بالصورة؟ خطوات مخزنة، تمام؟ فيني اجيب اكشنات وضيفهم. طيب خلونا مثلا هون اذا كبست على السهم لفوق، اذا شايفينه، اذا كبست عليه اخترت مثلا فريمز، خلونا نجرب الفريمات مثلا. حطبق هذا الفريم واعمل له هيك، شوف شو بيطلع عندي. طلع ابيض، ما طلع شيء. طيب خلونا نجرب هذا الفريم مثلا، هذا مثلا الويف، لاحظوا شو عمل، ركب لي اطار. طب مثلا هذا شو بيعمل؟ هلا نجربه، ما عمل لي شيء. طيب نجرب هاد، هدول مجموعة خطوات جاب ثابتة. ليك لاحظوا الفريم اللي عمل لي اياه له هيك، تمام؟ فهي مجموعة خطوات انا فيني استخدمها بتزيد لي جمالية الشغل تبعي. لا، فيك تحمل من هيك اكشنات وتضيفها عندك، بتعمل لهم من هون لود اكشنز، بيقول لك حدد لي ملف من اليسار، بتحدده بيقوم بيطلعوا له، ساعتها فيك تستخدمه. ايه ايديت بريفيس، هي هي الجنرال، تمام؟ طيب رح نحكي هلا عن البرشز، فراشي، تمام؟ خلينا نفتح فايل جديد، كنترول ان نفتح، خلينا نسكر هدول عشان ما اتلبك فيهم. طيب رح نحكي هلا ثلاث شغلات بالبرشز. حنستخدم البرشز اللي بتيحون الفوتوشوب، ورح نعمل لود لبرشز، ورح يكون عنا صورة حنعملها برشز، تمام؟ ثلاث شغلات. البرشز انا منين بحصل عليها؟ ليكا هي هي فرشاية ليكا. طب كيف بتحكم بحجمها؟ اتفقنا انه انا عندي السايز بيتحكم لي بحجم الفرشاية. هلا ما عم يطلع عندي الدائرة، انا معادلة يمكن بالاعدادات، فمروحة الدائرة عم يطلع بس عندي هيك زائد. هون بتحكم بحجمها مثلا 178 بكسل. الهاردنس بيتحكم بشفافيتها، مو بشفافيتها هي كاوباسيتي، لا، انه مثلا اذا رح تحدد، خلونا نشوفها كتطبيق. خليني اختار مثلا هي الفرشايه بلون اسود، لاحظوا طلعت معي هيك. طب خليني العب بالهاردنس، هلا لاحظوا حتبلش غامقه من جوا وتفتح لبرا، تمام؟ اذا قللته ساويته صفر، فلاحظوا بلشت غامقة من جوا من المركز، وفتحت فتحت 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 لحتى صارت شفافة من على الأطراف. طب شو بتفرق عن الأوباسيتي؟ قال الأوباسيتي لا، بيعمل لي شفافية لكل الفرشاية بنفس النسبة. يعني إذا رحت هون عملت هيك مثلا، لاحظ صارت كثير فاتحة، تمام؟ لأني لعبت بالأوباسيتي تبعه، مو 20%، 20 ساويته. طيب إذا رحت لعبت بالفلو شو راح يصير؟ لاحظ، لا هي ما بينت معي. خلينا نختار هي الأداة مثلا، لاحظ إذا لعبت بالفلو، الفلو كان 100، فكنت عم برسم هيك مثلا. طب أنا إذا رحت حطيت الفلو مثلا قللته، فحيصير هيك يعمل لي فرق بين كل وحدة عن الثانية، تمام؟ في لها استخدامات إذا الواحد حب يستخدمها فيه، بس عم أعرفكم عليها أنا. طيب إذا أنا عندي هيك شكل مثلا لوجو، عندي هذا اللوجو وحابة أساويه كفرشاية، هاد فيني؟ نعم؟ قلت إنه فيني، معناها فيني. بروح على شيء اسمه إيديت، في عندي شيء اسمه ديفاين عفوا بروش، حدد اسمه. ليك صار عندي هون الفرشاية هيك شكله. إذا رحت فتحت فايل أو فاتحته أنا، رحت على البروش اللي هون بلاقيها هون، فصارت هي عندي هكا فرشاية، حطيتها حمراء مثلا. تمام؟ فأنا صار عندي فرشاية، فمعناها أنا فيني أي شكل أخده وساوي كفرشاية.
طيب قال انا عندي ملف فرشايه محملته من النت بس بدي اضيفه، كيف؟ في عندي طريقتين، يا اما لي بروح بضيفه من هون. لاحظوا انا بالملف اللي عطيتكم اياه حاطه لكم ملف فرشايه، هون في عنا شيء اسمه اد، في عنا شيء اسمه بريشز، هاد لاحظوا لاحقته اي بي ار. طيب هاخذ انا الرابط تبعه واجي لهون هاعمل لود. بس قبل ما احكي كيف بنعمل لود، لاحظوا هدول من عند هون لتحت هدول انواع فراشي. يعني لاحظوا مثلا اذا بختار هي مثلا، ما تغيرت ثواني، مثلا هاختار هي، لاحظ مثلا بصير عندي فرشاية بهالشكل. مثلا اذا اخترت هي، اشكال فراشي هدول، في سؤال؟ اشكال فراشي مثلا اذا اخترت هذا الشكل بيعطيني هذا الشكل. مثلا اذا كبرته ببين معكم، لاحظوا مثلا، تمام، اشكال انت بتحدد اللي بدك اياها. طيب قال انا ما بدي هدول الاشكال، ما بيناسبوني، بدي اروح جيب انا فرشايه من النت. اتفقنا حنعمل لود بروش، هاكبس هون واعمل لود بروش وححددها. قام شو صارت؟ نزلوا هون، لاحظ بتعطيني شكل ورقه، هحط صودا لتبين. هي الفرشايه بتعطيني شكل ورق مجعلك، يعني كاني جايبه ورقه مجعلكتها، لاحظتوا؟ هيك بتشتغل هي الفرشايه. طيب قال بس انا ما بدي اياها تطلع مع يعني تخربط لي الدنيا، انه لاحظ انا وقت ضفتها انضافت على الصنف اللي انا هلا فاتحته. انا ما بدي اياها هيك، انا بدي اياها تنضاف كبند هيك لحالها مثل هدول. كيف؟ قال بروح على هذا ملف الفرشايه بنسخه، هي الطريقه الثانيه، بروح على السي، بروح على البروجرام فايل حسب اذا 32 او 64، بروح على الادوب، بروح على الادوب فوتوشوب، بروح على البريسيت، حفظتوا؟ بروح على البروشز، حاطط لكم المسار بالسلايد وبلصقه هون. هلا انا حاطط الطوب، حاعمله ريبليس، ليك انضاف عندي اياه هون، حسكر الفوتوشوب وبرد ارجع افتحه مشان يضيف لي. رح روح لهون، لا اي صار عندي اياه كخيار، لاحظتوا ليكم؟ فوقت اكبس عليه لاحظوا ضف لي اياهم لحاله، صار كصنف لحاله، فانا بصير بختار وبقى بشتغل، تمام؟ لاحظوا هي الفرشاية شو بتعمل؟ في فراشي كتير. هلا انا محمل بس بتقولي له مثلا داونلود برش بيعطيكي. هلا انا محمله كتير فراشي، اذا بتحبوا بعطيك، محمله كتير شغلات يعني للفوتوشوب، اذا بتحبوا تاخذوهم ما عندي مشكله. هي لاحظوا انا عملت لهم معاينات للفراشي، في عندي فراشي بترسم لي هيك، تمام، في عندي فراشي بترسم لي هيك، هدول الاشكال، هدول معاينات انا عاملتها، يعني جرب هيك الفرشايه وشايفه شو بتعطيني. لاحظوا هاي الفرشاية اللي انا جربت لكم اياها بترسم ورق. في فراشي كتير فيكم تحملوها وتاخذون، اذا بتحبوا خذوهم هدول مشكلين. هي معايناتهم، وهون في عندي الرار تبعهم. طيب هذا المسار اللي هلا اللي قلت لكم اياه، انا سي ادوب فوتوشوب سي اس 6 بريسيت بروشز، هون بنحط الهي. ايه طيب هلا حناخذ اداه التايب تول، اداه الكتابه. هلا انتم بالنسخ اللي عندكم حتواجهوا مشكله بالكتابه وقت بدكم تكتبوا عربي، انه حيطلع العربي معكوس، فانتم لحتى تعدلوا روحوا على ايديت بريفرنس، في عندي شيء اسمه جنرال، في عندي شيء اسمه تايب، في عندي هون ميدل ايست، انتم بتكون ميدل ايست، انتم بتكون عندكم اياها ايست فوق الخيار الاول، انتم حطوها الثاني بتزبط الكتابه عندكم، بس هي اللي بتطلع عندهم مشكله هيك بيعمل. حاحكي هلا عن اداه التايب، اداه الكتابه. رح افتح ملف جديد واكتب. اداه الكتابه هي التي اللي شايفينها، تمام. اذا جيت لاكتب مثلا بدي اكتب، طبعا ححدد لون الكتابه، مثلا ححدده لون ازرق نهدي، حاكتب مثلا طيب اذا بدي احدد مثلا مثل الوورد، في عندي هون محاذاه يمين يسار نص كذا. طب اذا انا بدي اعمل لها شكل للكتابه كيف؟ في عندي هون
هي أداة الوورد تكست، بصير أنا بحدد مثلاً إذا بدي إياها هيك مثلاً تعطي شكل هيك، تمام؟ في عندي هون أشكال مثلاً إما بالفيرتيكال أو بالهوريزنتال، مثلاً إذا بدي أعملها هيك فلوج مثل العلم، مثلاً إذا بدي أعملها ويف مثل الأمواج، تمام؟ فيني حدد. طيب إذا مثلاً بدي ألعب بنوع الخط، فأنا من هون بحدد حجم الخط، تمام؟ بحدد الحجم اللي بدي إياه وبشتغل عليه. لا مو سودا، هي التحديد تبع الكتابة. أنا بس لأني حددتها لاحظ سواريا سودا بعكس لي لون اللي أنا حاططه عم بكتب فيه. طيب إذا بدي أعمل له بولد مثلاً، فأنا عندي هون مثلاً لاحظينها هي التوجل، إذا كبست عليها فيني هون أتحكم. مثلاً لاحظوا إذا عملت هون بصير بولد، لاحظوا مو كل الخطوط بتدعم البولد. يعني مثلاً إذا بروح بحدد الخط هون أدوب أرابيك مثلاً، خليني أعمل نص ثاني، خليني حدده مثلا ادوب ارابيك، لانه لاحظوا هذا هو اساسا الخط من طبيعته بولد، فما حيسمح لي اعمل بولد اكثر. اذا هذا رحت اعمل له بولد ما قبل، ليش فيني اعمله ايتاليك ما قبل البولد خط الادوب ارابيك مثلا، فيني يساويهم كلياتهم كابيتال لتر، فيني يساويهم كلياتهم سمول يعني كابيتال لتر بس اول حرف اكبر منهم. ايه فيني مثلا لاحظوا احيانا بنشوف مثلا هدول المركبات الكيميائيه قطش 2O مدري شو هدول، لاحظوا فيني استخدمهم هدول بيساعدوني، تمام؟ يعني مثلا ام وتحتها حط لي باقي الكتابه، فيني حط خط تحته، فيني حط خط بالنص مثلا. طيب اذا كان عندي نص هيك مثلا، خليني حط مثلا نص هيك، مثلا نفس حكتب فوتوشوب، طيب اذا رحت لهون لاحظوا هي هي الخيار، هذا الخيار بس خلوني احدد النص مشان يعمل تعديلات عليه. لاحظوا هذا الخيار بيعمل لي تباعد بين الحروف، تمام؟ طب احيانا مثلا انا فيني هلا انا لاحظوا وقت جيت لحتى اكتب شو عملت، عملت هيك وبلشت اكتب. طب انا ما بدي هيك، انا ما بدي هيك، قال انا فيني كمان كيف اكتب، فيني باني روح حديت هيك منطقه مربعه هيك واكتب فيها وما اطلع عنها، تمام؟ فبالتالي انا كل شيء حكتبه فيها بيزيد عنها حيختفي ما عاد يبين. كيف ساويتها؟ جيت رحت على اداه التي عملت هيك. طب خلينا نجرب نكتب، لاحظ حتى لحاله نزلني سطر، شوفوا شو صار. هلا إذا رحت لهون شايفين هاي الأوتو، إذا حطيتها مثلا 14 بس أنا ماني محدد النص، ثواني حددوه، لاحظ شو صار، هي بتلعب لي بين التباعد بالأسطور، يعني إذا بزيدها هيك فوت لي إياهم ببعضهم، تمام؟ فأنا لحتى خلي إنه يكون في مسافة منطقية بين السطر والسطر بحط أوتو، حابب خليهم يتدخلوا بزيد، تمام؟ يعني قربوا الأسطور من بعضها، المسافة بين الأسطور. طيب أنا إذا عندي اسم وبدي طبق عليه تأثيرات كيف؟ بحيث أنا كتبت هذا الاسم وبدي طبق عليه تأثيرات كيف؟ في عندي طريقتين، إما بروح لهون بالزر اليميني بعمل blending option، تمام؟ أو بروح بكبس على layer مرتين بيطلع لي إياها نفسها. طيب أنا حبلش من تحت وأطلع لفوق، خليني هلا اسكرها بس اخذ الكتابه على اليمين. لاحظوا هون حاعمل دروب شادو، اذا بدي اعطي ظل الاسم هي عملت دروب شادو، شايفينها هي المود حنحكي عنها بس مو هلا. فيني اتحكم بالبعد تبع الظل، فيني اتحكم بالسماكه تبعه، فيني اتحكم بالتلاشي تبعه، تمام؟ فيني اتحكم بلونه، يعني مثلا ليك لاحظ وقت انا كبست على اللون دغري طلع لي قطاره وقت طلعت، انه انت شو اللون اللي بدك اياه، مثلا بدي اياه هيك فصار الظل من اللون اللي انا حددته. طيب هذا خيار اليوز جلوبال لايت لشو؟ انا اذا كان عندي صوره الشمس جايه من هون، فانا يفترض ظلي عاكس بعكسها او باتجاهها. طب انا اذا رحت فعلت هذا اليوز جلوبال لايت شو رح يعمل؟ إذا أنا كل
يعني عندي شخصيتين بالصوره بدي اعمل لهم ظل، مو معقول والله انا مثلا واقفه انا ورفيقتي ظلي يطلع من هون وظل رفيقتي يطلع من هون، مو منطقي. فاليوز جلوبال لايت بروح بيعمل لي جهه الظل موحده لكل اللايرز، تمام؟ لانه اصلا مو منطقي اذا عندك ظل يطلع ظلك بقرنه وظل رفيقتك بقرنه هيك، هيك مثلا انا ظلي عاكس هون، مو منطقي انا وياها واقفين بنفس القرنه، تمام؟ ما بيخليني. فاليوز جلوبال لايت بروح بيوحد لي جهه الظل بكل الطبقات. طيب الكونتور شو بيعمل؟ بيتحكم لي برسمة الظل. يعني شوفوا إذا اخترت هيك مثلا، لاحظوا كيف صارت رسمة الظل. إذا اخترت هيك مثلا، إذا اخترت هاد، تمام؟ طب فيني أنا حدد شكل؟ أي فيني بروح بلعب هيك بالأشكال أنا، تمام؟ أنا برسم الشكل اللي بدي إياه. طيب الحقيم هذا الخيار. هلا الأوتر جلو شو بيعمل؟ ححط خلفية سودة بس مشان يبين الأوتر جلو. الاوتر جلو شو بيعمل؟ توهج خارجي. مثلا انا هون بتحكم بالشفافيه تبعه بالاوباسيتي، بتحكم هون انه في له ضجيج او لا. لاحظوا وقت زدت النويز صارت نقط. بتحكم باللون اللي بدي اياه، لاحظ هون اصفر مثلا، اذا بدي اياه اسود ما عاد بين، بس انا بدي اياه ازرق، لاحظتوا؟ بتحكم مثلا بال يعني بالمسافه تبعه، بتحكم بالتلاشي تبعه، تمام؟ كمان بتحكم بشكله، فيني اتحكم بشكله كيف ما بدي. طيب الباترن اوفرلاي شو هي؟ بس بدي احكي ملاحظه. لاحظوا اذا انا بروح بعمل بس هيك على تشيك، فهو بيطبق لي تاثيرات بدون ما ينقلني على الخيارات، ينقلني على الخيارات تبعته. حدا فهم شيء؟ اذا انا كبست هيك بس تشيك، عملت هيك تشيك تشيك، يلا لاحظ ما عم ينقلني على الخيارات، وانما انا واقفه على الباترن اوفرلاي. بس لحتى اروح على اعداداتها لازم اكبس على الاسم لينقلني عليه، تمام؟ خليني ارجعها هي بيضه، حاحكي عنها بس مو هلا. هي اختصار كنترول باك سبيس بيلون لك بلون الخلفيه، الت باك سبيس بيلون لك بلون الاماميه، اختصار من الكيبورد. خلينا نجرب الباترن. لاحظوا هون في عندي انا بيتيح لي باترن، يعني الباترن فينا نقول مثل جبت شقفه قماشه ولبست الاسم فيه، تمام؟ فيني اختار انا من هون باترن مثلا اللي بدي اياه هون. فانا مثلا بعمل باترن بهذا الشكل، بعمل مثلا بهذا الشكل، بعمل بهاد، بعمل بهاد، انا اللي بدي اياه، تمام؟ تمام. طيب فيني طبعا بعمل لها سكيل، يعني انا قديش بدي شطه ومطه، يعني مثلا هي نقشتها كثير ناعمه، ممكن انا اذا عملت لها سكيل كبر النقشه، فانا بلعب بالسكيل تبعها من هون. اذا صغرتها كثير لاحظوا صارت كثير ناعمه، اذا كبرت صارت بس يطلع معي تدرجات لونيه، تمام. طيب الجراديانت ما حكينا عنها، خليني احكي اول شيء عن الجراديانت بعدين برجيكم اياها. هون انا اذا عندي فايل هون، منين بحصل على اداه الجراديانت؟ لاحظين هذا السطر؟ اذا كبست عليه كبسه طويله بيطلع لي الجراديانت. لاحظوا انا هون حددت اللون اللي بدي اياه، مثلا بدي اياه هيك. طب انا فيني اغير الوانه؟ لاحظوا هون الالوان اللي بيرسمها، قال فيني اغير. اذا كبست على الازرق بروح لهون وبحدد اللون اللي بدي اياه، مثلا ابيض، مثلا الاحمر بدي اياه ازرق، تمام؟ اذا عملت اوكي فانا فيني ارسم، هي تدرجات لونيه بتعطيني. طب فيني اغير شكل الرسمه؟ قال ايه، في عندي هون مربعات، هي بترسم لي بشكل دائري مثلا، هي بترسم لي بشكل هيك بتنطلق من زاويه بترسم. طيب هي شو بتعمل؟ هي بترسم لي مثل هديك بس بشكل عرضي، هي بترسم لي بشكل معين، تمام؟ احيانا اللي احنا بنشوف في منهم هدول الجراديانت، في عندي منهم بيدعموا الشفائف، لاحظوا؟ هلا هي حنستفيد منها وقت بدي احكي عن الماسك، مو الماسك تبع السلكشن، الماسك تبع اللاير. هلا بعد شوي حنحكي عن الماسك تبع اللاير، مو هلا يمكن اليوم ما نلحق. الجلسه الجايه فهي بتفيدني، هي شو بتعمل؟ بتطلع لي من طرف اسود ومن طرف نحل قاعده الشطرنج بتخليه بلونه الطبيعي، بس بتدرج بتعمل لي اياه، عرفتوا شلون؟ كيف يعني؟ يعني اذا عندي صوره هيك مثلا هي، جيت اخترت هذا مثلا، عملت هيك، لاحظ شو عمل؟
عملي بقى عصادة وخلى الباقي شفاف. بينما لو أني مثلا مختارة واحدة ما فيها هيك رقعة شطرنج، لاحظ هي فيها رقعة شطرنج، يعني بتدعم الترانسبيرنت، يعني بتدعم الشفائف. طالما بتدعم الشفائف فحتظهر لي الصورة الأساسية اللي وراها تمام، وتطلع صماح الأسود. طيب إذا اخترنا، ما بعرف تذكرون، طب إذا اخترنا هذا مثلا الملون فحيروح يطلص الصورة كلها لأنه ما بتدعم الترانسبيرنت تمام. هلا هي أنت بنستفيد من الترانسبيرنت وقت بيكون عندي صورة أنا وبدي طبق عليها ماسك هحكيها لقدامه، هلا فشو بيعمل؟ بيعمل لي صورة غامقة من فوق ومتلاشي هيك شفاف لتحت. كثير أحيانا بنشوف هيك صور، هنشوف كيف بيصيروا. طيب هرجع هلا للخط، هكبره بس عشان نشوف التأثيرات. صلوا ساعة على الخط الصغير. طيب حكينا عن الجريديانت انه انا فيني اطبق عليهم تاثيرات، مثلا هيك بعملها، مثلا مطبق عليها جريديانت انا اللي بدي اياه، وفيني العب بالوانهم من هون، عدل بالالوان، مثلا ساوي اسود هذا، فلاحظوا تعدل من تحت صار اسود. فيني هلا هون بالستايل حبيت انه انا بدي لاينر ولا ريديال، شفتون هذول المربعات اللي شفناهم فوق؟ انا من هون بتحكم فيهم تمام. تتذكر وقت رحنا لهون، تذكروا وقت رحنا لهون على الجريديانت ولا في هون مربعات شايفين هدول؟ هدول نفسهم بنلاقيهم هون بس شكل كتابه مو شكل صوره ليكم. ريديال مثلا، ريديال مثلا، انجل تمام، ريفليكت مثلا تمام، بنشوفهم هون. حناخذ تطبيق، حسيتكم مليتوا من الحكي النظري ما، حناخذ تطبيق عليهم ان شاء الله نلحق، لانه 12 لثلاثة الى ربع بدهم يسكروا هون، ثلاثة الى ربع بدنا نوقف. لا في 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 كثير امثله بدنا نطبقها عمليه، شوقكم هدول مثلا هاد ونطبقه. كيف بدنا نعمل هيك؟ مثلا عندي انيله كيف بدي البسها مثل هي مرسومه رسم كلها، حنحكي كيف. مثلا اذا عندي صوره كيف بدي اعملها كانه ستيكي نود مثلا، اذا عندي صوره كيف بدنا نعمل هيك، هدول كلياتهم تطبيق على التايب. بس اول شيء بدي اقول لكم خيارات لنقدر نطبقهم. هلا الكولر اوفر اوفرلاي، لاحظتوا نحن اول ما حددنا الخط شو عملنا؟ حددنا لونه تمام. فانا بالكولر اوفرلاي كمان فيني حدد لونه، مثلا بلعب بلونه من هون، بدي اياه ابيض، بدي اياه رمادي، بدي اياه كذا، بحدد لونه. هي بتعطيني مثل لمعه للساتان، بس لاحظوا الكولر صار اسود، خليني اساوي احمر. هي بتعطيني مثل لمعه، لاحظوا عم تعطيني مثل لمعه الساتان تمام. كيف عم حدد اللمعه؟ هذا اللون، لاحظوا اللمعه سوداء، فيني غيره، مثلا اروح على الاحمر، ما اخذه. فيني مثلا ساويه هون، مثلا ساوي اللمعه تبعه، شو صار هون؟ هي خيار الساتان. فانا فيني اعدل باللون، باللون اللمعه اللي بدي اياها عن طريق تغيير هي اللون. فيني العب بالديستنس، بالمسافه تبعه، فيني العب بالسايز اللي عندي اياه. لاحظوا هون بلشت تطلع عندي بشكل صريح، اما بالسايز بلشت شوي تتلاشى. الكونتور نفس الخيار اللي حكينا فيه. طيب الانير جلو شو بيعمل؟ اضاءه داخليه. حكينا انه الاوتر جلو اضاءه خارجيه، الانير اضاءه داخليه. بتحبوا احكي لكم عن خياراتهم؟ نفس الدينك مليتوا لانه. طيب الانير شادو بيعطيني ظل داخلي، لاحظوا اذا عملت الديستانس فبتصير لك الظل صار كثير فايت جوا المسافه تبعه. السايز مثلا بيحدد لي قد ايه التلاشي تبعه. الستروك بيعطيني اطار للاسم، لاحظوا اذا زدت هذا الستروك فعم يزيد الاطار. فيني العب بلونه من هون، مثلا ساوي ابيض او ساوي ازرق مثلا اللي بدي اياه، هخليه اسود. طيب فيني اعمل انا الستروك اذا حبيت، اما جريديانت مثلا يكون تدرجات، لاحظوا كيف صار تدرجات عندي، بلش اسود وصراحة على رمادي. فيني اعطيه مثلا باترن، انه اعطيه نقشه مثلا هيك تمام. طيب هلا بنيجي لهذا الخيار كثير حلو، البيفل اند امبوست. شو بيعمل البيفل اند امبوست؟ بيعطيني، بخلي الشكل يصير تبع مثل كانه 3D، يعني هو مثل كانه بينحت الحواف تمام، فبيبين عندي مثل كانه 3D، او بالاحرى هو عم يلعب باضاءته. انا مثلا انا اذا رحت جبت اضاءه من تحت سوداء ومن فوق بيضاء، فبتبين فعلا كانه 3D، كانه نافره شوي لبرا. فلاحظوا البيفل اند امبوست، لاحظوا الاسم بلش ياخذ شكل كانه 3D، كانه نافر لبرا شوي. فيني هلا هون لاحظوا في عندي لونين ابيض واسود، الاسود الاضاءه اللي من تحت سوداء، الابيض الاضاءه اللي من فوق اللي عكسه، فيني العب فيهم كمان. الكونتور بحدد الشكل تبع اللي بدي اياه انا،
كيف بديها النقشة تكون، لاحظوا والتكستشر بلبسها تكستشر تمام. طيب هذا التطبيق، هذا المحل اللي حنساوي هلا، حنساوي هذا بس لناخذ تطبيق عملي عليه ونكمل المرة الجاية. هذا كيف نساوي؟ شوف قولوا لي هلا صار عندنا كل شيء اللي نقدر نساوي. طيب حافتح فايل جديد. كيف بلون بلون اماميه؟ قال ايه بنروح حصته ونلون بلون اماميه. هذا الحكي اللي احنا بنعرفه قديم، يعني ما بدنا احنا ادوات. كيف انا اذا بدي لون بلون اماميه بكبسه زر واحده؟ الاختصار هي الت باك سبيس، الت بكبس الت ومع باك سبيس بلون لي بلون الاماميه. حاكتب نص وليكن فوتوشوب مثلا تمام، رح كبره هيك مثلا، مثلا بدي لونه خمري. يا اما بعدل عليه من هون يا اما بروح على خصائصه وبعدل عليه تمام. بس خليني اطلع الليار، روح الليارات هحطه هون، هعدل لونه من هون هساوي لونه خمري تمام. شو رح اعطي خصائص؟ رح اعطي ستروك، بس الستروك رح اعطيه ابيض وحكبره. لاحظوا اذا عملت انسايد شوفوا شو بصير. اي نسيت احكي لكم اياها، حصغره مشان يبين. لاحظتوا هذا ستروك انسايد داخلي او بالنص، لاحظوا بالنص عبالي كله او اوتسايد من برا. طب حاعمله تخين هيك، مو هيك شفناه احنا؟ نعم اقل شوي، بنعمل له اقل شوي. ها هي اقل شوي، طيب ماشي رجعته مثل ما قلت. عندي هذا، طب شو حنعمل هلا؟ خلوني رد ارجع الستروك، كثير تخنته انا، خليه هيك. طيب هذا شو بدي اعمل هلا؟ بدي اياها تثني مثل الستيكي نوت، يعني هيك شوي الى ثانية. كيف بنعملها؟ شو آلات التحديد اللي بستخدمها؟ لا كروم مو أداة تحديد، أداة اقتصاص. رح استخدم أداة البوليجون. شوفوا شو رح يصير هلا هون، ما اشتغلت الماوس. رح استخدم أداة التحديد هي، شوفوا هلا هون شو رح يصير. بس الكل ينتبه معي، ححدد هذا الجزء اللي بدي اطويه ماشي. رح اعمل كنترول سي كنترول في، شو صار عندي؟ لاحظتوا شو اندسخ؟ ما نسخ لي شيء، تأثيرات ما نسخ لي اياها ابدا. شو نسخ لي؟ بس نسخ لي اللون، يعني كل شيء تأثيرات بيلدينج اوبشن طبقتها ما اخذها. شو الحل؟ الحل اللي بدي اعمله انه انا شو راح، طيب الحل اللي حاعمله انا، هذا الحل ما فيني استخدمه مع التايب، لاحظوا التايب ما له صورة. فشو رح اعمل؟ في عندي خيار هون اسمه ريسترايز لاير ستايل، بيحول لي الصورة التايب كأنه صورة. فلاحظوا هو صار نص، صار صورة، فأنا ما عاد فيني أعدل عليه، بس أنا لحتى أصمم إنه إجباري بدي أحوله لصورة، تمام؟ رح روح لأداة التحديد وحدد جزء منه. رح أعمل بالزر اليميني ورح أقول له لاير فيا كات، ليش؟ مشان يقصها من قرنتها ويلصقها بنفس القرنة، بس يحط لي إياها بطبقة جديدة، لاحظوا صارت طبقة جديدة. تمام؟ حفظتوا شو عملنا؟ حولنا الكتابة لصورة، بعدين قصينا وبالزر اليمين قلنا له layer via cut. طيب حروح على شيء اسمه edit transform ورح اقول له flip horizontal، عفوا 180 درجة، لأنه ما بدي أقلب أنا بهذا الشكل. لاحظتوا شو صار؟ قلب لي إياها مثل كأنه تنيت، بس لاحظوا لونه كيف؟ أنا ما بدي هيك لونه، حأعطيها خصائص، حاعطيها كلر اوفرلاي لون رمادي مثلا تمام. رح اعطيها مثلا مثل لمعه الساتان، العب فيها شوي هيك. رح اعطيها شويه شادو تمام، صارت تشبه هذيك ما. طيب بس هذيك لاحظنا في هيك شوي محروقه شوي من فوق،
يعني من هون في حرقة شوي. شو رح أعمل؟ رح أعمل طبقة جديدة من لاير، في عندي نيو لاير وشغلة كتير طويلة، فالاختصار تبعه شو هو؟ Ctrl Shift N. حفظتوا؟ Ctrl Shift N بيعطيني طبقة. صار عندي لاير فاضية. هروح على أداة البروش، اختار من البيزك البروش اللي عندي اياهم، هاختار هاي البروش مثلا، او هاي اللي بتدعم شوي فيها شفيفة، هاختار لون اسود، هاجي هيك اعملها شوي اسود هون. هلا ليش حطيته على طبقة لحالها؟ مشان اذا حبيت ايمو بايمو، حبيت رجعه برجعه، تمام؟ فخليت كل شغلي على طبقات، يعني ما رحت دمجته مع هي اللاير اللي فيها كل الشغل، لا حطيته بطبقة لحال، تمام؟